مشاهدينا، وللمزيد بشأن تورط الميليشيات في سرقة الأراضي وغسيل الأموال، ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. يعني النائب كاظم الصيادي أكد أن قيادات في تيار الصدري وكذلك ميليشيا كتائب الإمام علي شقيق أبو زينب اللامي كلهم متورطون في ملف سرقة أراضي منطقة الجادرية ببغداد. السؤال هنا أنه ألم تنشأ تلك الميليشيات بموجب فتوى الجهاد الولائي؟ بالتالي من المفترض أن يكون دورها منطلق من دوافع دينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. الله سبحانه وتعالى في أكثر موضع من القرآن الكريم قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة في موضع آخر. القضية الآن هي قضية هذه الميليشيات، هي قضية هذه قضية دينية. المفروض هذه الميليشيات أنشئت بموجب فتوى، ومن أصدر هذه الفتوى يتحمل إثمها إلى يوم القيامة، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا هذه الميليشيات التي تستولي على أموال الناس وتعتدي على أعراض الناس، وهي ميليشيات أسست بموجب فتوى دينية، إذا من أفتى لها وأعطاها هذه القدسية وسميت هذه الميليشيات بالحشد المقدس. القدسية تعني هذا الفعل الذي يراه ويستنكره العقل والقانون والشرع وكل شرائع الأرض. هل من أجل هذا أنشئت هذه الميليشيات؟ هذه الميليشيات تعيش فسادا في الأرض في كل العراق، ليس في بغداد. اذهب إلى منطقة محصورة ما بين سامراء وتكريت، وما بين سامراء وذراع دجلة والثرثار وما إلى ذلك، وفي مناطق أخرى من الأنبار. انظر ماذا يفعلون في الأراضي وممتلكات الناس والعقود التي للناس. هذه التصرفات هي تصرفات حقيقة تدل على الحقيقة التي تكمن وراء إنشاء هذه الميليشيات التي هي أصبحت تسيطر على الدولة. وكأنها عصابات منظمة دكتور وليس ميليشيات. هذه ليس العصابات المنظمة المحمية بأمر القانون وبأمر المرجعية. لا يتكلم أحد يقول المرجعية ضد هذا الفعل. المرجعية هي من تتحمل هذا الوزر، ومن قال أن هذه الميليشيات هي تجاهد في سبيل الله فأروني ما هذا، هل هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ ألم تكون أنشئت لغرض معين وانتهى غرضها؟ ألا يجب أن يسيطر عليها بشكل، هل يستطيع القانون الآن أن يحاسب أي شخص من الميليشيات؟ ألم وهنا السؤال دكتور. أن شهود عيان ضد الدولة، شهود عيان يقولون أن حماية أبو زينب اللامي نفسه هددوا بأسلحتهم أي شخص يحاول أن يمنعهم من الاستيلاء على الأراضي. أين السوداني رئيس الوزراء الحالي الذي تعهد بحصر السلاح بيد الدولة؟ هذا الكلام وحصر السلاح بيد الدولة، كل من يأتي سودانه وقبله العبادي وقبله كلهم تكلموا بهذا الكلام، وهالكلام ليس له معنى حقيقي. السلاح المنفلت هو الذي يسيطر على الوضع في العراق، والميليشيات أقوى من الدولة لأنها مدعومة دينيا ومدعومة خارجيا ومدعومة من إيران، وهناك ميليشيات تسيطر عليها إيران بشكل مباشر، ليس للسودان ولا أي جهة بالعراق السيطرة عليها، والدليل جرف الصخر. إذن هناك قول وهناك فعل. الفعل الذين يمتلكون زمام الأمور على الأرض ويهددون الناس ويطردونهم ويأخذون حقوقهم عيانا. إذن هل تستطيع القضاء العراقي والسوداني أو شخص آخر، ليس بشخصي ولكن نتكلم عن الدولة، هل يستطيعون أن يظهروا للمواطن العراقي جردا بأسماء الميليشيات التي سيطرت على أراضي الدورة مثلا على سبيل المثال؟ بالأسماء ومن هم ومن وراءهم ولمن ينتمون؟ لا يستطيعون ولم يفعلوا ذلك. يعني هذا الكلام يجب أن يكون واضح للجميع. دكتور، النائب السابق كاظم الصيادي أيضا اتهم أحد أتباع التيار الصدري وهو حاكم الزاملي، ويقول أنه يمتلك بساتين ويمتلك منزل في منطقة الجادرية المغتصبة. في أكثر من موقف مقتدى الصدر
يعني يخرج ويؤكد أن تياره وأتباعه في التيار لا يقبل أن يكون بينهم أعضاء فاسدون، لماذا لم نسمع له صوت بعد هذا التصريح الذي أدلى به كاظم الصيادي؟ باختصار أخي الكريم، كل الميليشيات التي تعيث في الأرض فسادا لا تستثني منهم أحدا. نحن نتكلم عن كل هذه الميليشيات، التيار الصدري، ماذا فعل في سامراء، السلام، حاكم الزاملي، كل الذين أتوا بعد الاحتلال، أتوا بعد الاحتلال. فليدقق أي إنسان بسيط ليس قاضيا ولا حاكما ولا ماذا كان يمتلك قبل 2003 وما يمتلكه الآن. لو ضربت رواتبه في 1000 في الشهر، نعم، وما يملكه الآن لتجد أنه نصف امتياز، نصف بامتياز. إذا هذا الادعاء بأنه لا ينقبل ولا كذا، الكلام كله أصبح مفروغ منه، يعني ضحك على الناس البسطاء الذين لا يمتلكون الحقائق ولا يرون الحقيقة ولا يريدون أن يقبلوا، ما يعرفون الحقيقة ولكن لا يستطيعون أو لا يجروا أن يقولوها بوجه كل هؤلاء أن أنتم لصوص أتيتم بس لبستم عمامة الإمام علي وسرقتونا عيانا وحكمت الناس بهذه البلطجة التي ليس لها مثيل في العالم كله، أن تقوم ميليشيا مسلحة تابعة للدولة لمجلس الوزراء والوزارة الدفاع ومحمية من قبل المرجعيات الرشيدة أن تقوم باستيلاء على أموال الناس بالباطل عيانا بقوة السلاح، وين ما تروح روح. هذا الكلام الذي قالوه الناس على القنوات الفضائية. إذن هم مسيطرون على هذا الوضع ولا يوجد حل حقيقي إلا أن يقوم الناس باسترداد أموالهم بالقوة. نعم. وهذه بموازاة أنشطة الميليشيات هذه، مصدر في دائرة العقارات يؤكد أن تجريف الأراضي وتحويلها من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية وشرائها يتم أو هي أحد وسائل المتبعة من قبل الميليشيات والأحزاب المتنفذة داخل العراق للقيام أيضا بعملية غسيل الأموال. ألا يعد هذا التصريح بلاغ رسمي للجهات الرقابية نفسها؟ هذا اذا هذا الكلام حقيقه الاخلاء المسؤوليه القانونيه او الاخلاقيه على الاقل، لكن من الذي يسمع؟ من الذي نفذ القرار؟ نحن نقول انه كل هذا الامر اصبح عيانا. عندما ياتي شخص ويستولي على اموال الناس عيانا ويظهر نفسه بالتلفاز ويبني ويفرض ارادته، وتأتي الدولة وتقول سوف وسوف نطبق وسوف نطبق ولن تطبق شيء، أليس هذا بلاغا؟ نعم. البلاغ أنه أنت ترى الجرم بعينه، ولكن من يحمي المجرمين هؤلاء؟ من يحميهم؟ هذا هو السؤال الأكبر، من الذي يحمي هؤلاء المجرمون الذين يقومون بهذه الأعمال عيانا؟ الأمر ليس الجاذرية أصبحت حقيقة هي القشة التي قسم ظهر البعير، ولكن الموضوع خذ العراق من شماله لجنوبه، من الموصل، من غابات الموصل، وانت نازل الى نعم بغداد دكتور. الى جنوب بغداد، الى كل مكان. هذا الكلام اصبح لا يمكن السكوت عليه، لكن احنا نقول انه التاسيس على من اسس على باطل فهو باطل، هذا هو الباطل بعينه والذي حذرنا منه كثيرا. نعم، شكرا دكتور. شكرا، ونعتذر على ضيق الوقت. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال أديليمي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.